السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من لجنة التربية النيابية. لجنة التربية النيابية عادت النظر بقرار إلغاء المدرسة الإلكترونية وخفض رسوم الاشتراك فيها. طبعا التربية النيابية تدرس تخفيض رسومها، إعادة النظر بقرار إلغاء المدرسة الإلكترونية. أعلنت لجنة التربية النيابية عن وجود نقاشات مع وزارة التربية لإعادة النظر بقرار إلغاء المدرسة الإلكترونية وخفض رسوم الاشتراك فيها. وقالت عضو اللجنة نجوى إن اللجنة تتابع قرار إلغاء مشروع المدرسة الحكومية الإلكترونية وتبحث سلبياتها وإيجابياتها وإمكانية التريث به، لأن المدرسة تمثل مشروعا جيدا من الناحية العلمية، ومن شأنها أن ترفع مستوى بعض الطلبة الراغبين بالتسجيل فيها. وأوضحت إن اللجنة تناقش آلية الاشتراك بالمدرسة والرسوم المترتبة فيها، خاصة أن هناك طلبة سجلوا ودفعوا رسوما بمبلغ 200,000 دينار خلال المدة الماضية، مشيرة إلى إعادة النظر بمقدار المبلغ الذي يدفعه الطالب للتسجيل فيها، لأن هناك أسر لديها أكثر من طالب، وبالتالي تسعى اللجنة لتقليل مبلغ الاشتراك في المدرسة الإلكترونية إلى أقل من 200,000 دينار.